احنا هناخد الشق بتاع الربط ما بين الصناعات والقطاعات الخدمية على جنب لوحده، لان هنتكلم فيه على حدة. لكن احنا في الاونة الاخيرة كنا بنسمع كتير على يعني الجودة، الاعتمادية، فكرة ان الجامعة دي تكون ليها ترتيب. الثلاث كلمات دول او الثلاث عبارات دول بنسمعهم كتير، لكن ما نعرفش ايه المعايير اللي بيتم على اساسها ان هذه الجامعة او هذه الكلية تحصل على شهادة ضمان الجودة. فحضرتك وضح لنا المعايير، وخاصة انه لما بيدخلوا في ترتيبات كل ترتيب ليه معاييره وليه اسلوبه اللي بيقيس بيها يعني الدرجة اللي ممكن تحصل عليها هذه الكلية او الجامعة. طيب انا السؤال حلو قوي، بس انا الحقيقه عشان اجاوب على السؤال ده انا محتاجه اتكلم على حاجتين مختلفتين. تمام. نظام تصنيف الجامعات في العالم شيء معروف، وفي جهات معينه زي الكيو اس والتايمز اير اديوكيشن ودول اشهرهم، هم اللي مسؤولين عن تصنيف الجامعات، سواء بنتكلم على تصنيف على مستوى اقليمي او على مستوى دولي. ودي ليها معايير انا شخصيا كندا بشوف ان في احيانا كتيره مش بالضروره تكون بتعكس جوده التعليم الحقيقيه 100%. علشان نبص على جوده التعليم الحقيقيه، خليني اديكي مثال بسيط لاحد المشاريع البحثيه اللي انا شخصيا شرفت ان انا وفريق بحثي من جامعه البحرين نشتغل فيها تحت اشراف المجلس الثقافي البريطاني في المملكه المتحده في UK. وهو مشروع بحثي طويل الامد، يعني بادئ بقاله سنين ومستمر وسيستمر لسنين جايه، بيهدف الى قياس مدى جديه الحكومات في تدويل التعليم العالي، وبيقيس سياسات جودة التعليم العالي. بمعنى ايه يا فندم تدويل التعليم العالي؟ هشرح لحضرتك دلوقتي. طيب هو خلينا متفقين انه التعليم بالشرقي، التعليم الاساسي والتعليم العالي، يعني احد اهم الركائز في اي تنميه اقتصاديه في العالم. وده يمكن كان نقطة الانطلاق لهذا المشروع البحثي الضخم اللي بيعمله المجلس الثقافي البريطاني في UK، وكان بيهدف إلى أنه يقيس 37 مؤشر نوعي لأنظمة وسياسات التعليم العالي في كل دول العالم، زي مثلا يعني مدى قدرة الدولة على أنها تصدر التعليم العالي، وده هتكلم عنه اللي هو تدويل التعليم العالي، متعرف عليه باسم تدويل التعليم العالي. مدى إنفاق الدولة، طبعا احنا المشروع بيهدف بالأساس الجامعات الوطنية وليست الجامعات الخاصة، يعني الجامعات اللي بتتبع الحكومة في أي دولة. مدى قياس سياسات الجودة والاعتمادية، مدى القدرة على وضع سياسات وأنظمة للتعليم العالي تحقق التنافسية، تحقق المساواة، تحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة، وتحقق التنافسية، لأنه أنا مش بتكلم على نظام تعليم يقعد 10 سنين، أنا بتكلم على أنظمة تستمر لأجيال قادمة. الدراسة دي شملت تقريبا 90% من دول العالم، وكان ليها مخرجات كتير ونتائج كتير، بس أنا خليني أتوقف عند نتيجتين. تفضل. حاجة خاصة بأفريقيا ومصر، وحاجة تانية خاصة بالكونسبت اللي احنا بنسميه الترانسناشنال إديوكيشن. لما طلعت نتائج المشروع البحثي وبصينا على أفريقيا، أنا كنت من الناس اللي توقعت إنه مصر تكون من أكتر الدول الجاذبة للطلبة في أفريقيا، لكن طلعت من أهم الدول ولكن مش على رأس القائمة، ورأس القائمة الحقيقة كانت جنوب أفريقيا. هي أكثر دولة جاذبة للطلبة من أفريقيا، وهي أكثر دولة عندها سياسات تعليم عالي. يعني إيه الميزات اللي هي بتديها للطلبة علشان كده خرجت في هذه الدراسة بكده؟
سياسات جودة التعليم، سياسات الاعتمادية، سياسات المرونة في تنقل الطلبة والأكاديميين من وإلى جنوب أفريقيا، التنافسية، المساواة، كل ال 37 مؤشر نوعي اللي كانت بتقيسهم أو بيقيسهم المجلس الثقافي البريطاني. طب عايزة أسأل حضرتك بس على جزئية صغيرة أستوضحها من حضرتك، يعني إيه مرونة الطلبة من وإلى؟ يعني إن هو يبقى في كلية مثلا في بلده فعايز يروح البلد ديت، يعني وضحها لنا أكتر. اللي هي معادلة الشهادات، اللي هي يبقى أنا عندي نظام تعليم عالي يسمح للطالب إنه لو في وسط الرحلة، في وسط الدرجة العلمية اللي هو بياخدها، قرر إن هو يسافر لدولة تانية، الدولة التانية تقبله وما تطلبش منه معادلة، لأنه اوريدي البلد اللي هو جاي منها عندها ده بقى سياسة و فكرة تدويل التدويل أو تصدير التعليم العالي، يعني أحد. فكرة آه ده مش الوجه الوحيد، هو الـ الأهم من ده، ودي أنا بالنسبة لي دي اللي أكتر نتيجة طلع بيها المشروع البحثي، لفتت نظري أنا شخصيًا، إنه لما جينا نقيس الترانس ناشونال إديوكيشن، يعني إيه ترانس ناشونال إديوكيشن؟ يعني إنه أنا بقدم تعليم، أو إن التعليم بيتقدم في دولة غير الدولة اللي فيها الجهة المانحة. خليني ادي حضرتك بعض الامثله. في تفضل. دول على راس القائمه في الترانس ناشونال اديوكيشن زي استراليا، امريكا، المملكه المتحده، كندا. انت خلينا نبص على مصر. احنا مصر عندنا في العاصمه الاداريه جامعه كوفنتري. جامعه كوفنتري جامعه انجليزيه موجوده على ارض مصر، بتقدم خدماتها التعليميه في مصر، ولكن يعني الدرجه الدرجة العلميه او العلمية بتاخديها من هناك من موجودة بره. بالظبط بالظبط موجودة في كده. حاجات كتير يعني، أو أمثلة كتيرة يعني، دبي فيها هارفارد طيب ميديكال حضرتك سكول. ذكرتي العاصمة الإدارية والجامعات المتنوعة فيها بقى، وحضرتك أدرى طبعا بالتنوع الكبير اللي حصل في الجامعات المصرية والأهلية اللي بدأت تظهر، وعايزة أسمع من حضرتك تقييم لهذه التجربة ورؤية حضرتك لجودة ما يقدم للطلاب المصريين وكيفية اكتساب الطلاب غير المصريين لهذه الجامعات. طيب الرأي في جودة التعليم، احنا في مصر بنتكلم على ان احنا تجاوزنا مرحلة الاكتفاء الكمي. مصر النهارده فيها عدد جامعات كبير جدا، احنا بنتكلم على 28 جامعة حكومية، بنتكلم على 20 جامعة أهلية، حوالي 27 جامعة خاصة. احنا بقى عندنا اكتفاء كمي، عندنا عدد جامعات يكفي لي يعني عدد سنوات قدام، لغاية لما نبقى محتاجين تاني ان احنا ننشئ جامعات جديدة. حضرتك تمام. شايفة لو إن بنتكلم هذه الأعداد مواكبة للكثافة السكانية اللي عندنا وحجم الطلاب اللي بتتخرج كل سنة من الثانوية العامة وما يعادلها للدراسة في الجامعات، هذه الأرقام مناسبة جدا للإحصائيات اللي موجودة دلوقتي؟ بالتوقيت الحالي ممكن على اللونج ران نحتاج ان احنا نزود تاني، لكن انا بتكلم على انه في التوقيت الحالي مصر حققت اكتفاء كمي. احنا بنتكلم على الجودة، يعني انه انا طيب انا عندي جامعات كتيرة، لكن مستوى الجودة في هذه الجامعات، هل هذه الجامعات تصلح ان هي تصدر التعليم العالي يعني بتاعها حضرتك للخارج؟ هنا بتتكلمي عن معايير ومواصفات قياسية. بتكلم على تحديات انا شايفاها موجوده في التعليم العالي في مصر. هي دي احنا لو بصينا ايه اللي يخلي امريكا والمملكه المتحده او استراليا يبقى عندها ترانس، يبقى عندها فروع لجامعات بره. الملفت اكتر من كده انه لو بصيت هتلاقي انه اغلب دول العالم ومنها مصر بتركز على اجتذاب الطلبه الدوليين، ما بتركزش على الترانس ناشونال اديوكيشن، بتركزش على ان هي تعمل تدويل للتعليم العالي، تصدر التعليم العالي. اه يعني يبقى ما يكونش ليا فرع مثلا من الجامعة الوطنية الفلانية في دولة أجنبية تانية. بالظبط، يعني تمام. انا شخصيا واحده من الناس اتمنى ان انا في يوم من الايام اشوف فرع جامعه القاهره في اي دوله في العالم، او جامعه عين شمس في اي دوله في العالم. الدول اللي عملت ده ده اشتغلت بيتطلب ايه يا دكتور؟ يعني بيتطلب من التعليم، وزارة التعليم العالي ايه، ومن الدولة ايه علشان يبقى عندي هذا النوع من التعليم، ويعني خلينا نقول بقى ممكن يتقال عليه تصدير العابر للقارات يعني؟ انا نسميه ترانس ناشونال اديوكيشن، تمام، او لو تدويل او تصدير التعليم او زي ما حضرتك تصدير حابة.
تمام اتفضل. لا يا دكتور حاجات كتير، انا لو بصيت على منظومه التعليم العالي في مصر احنا لغايه النهارده في كليات وجامعات محتاجه ان هي تحدث المناهج علشان تتماشى مع متطلبات سوق العمل. لغايه النهارده احنا بنتكلم على نظام ونمط لقياس اداء الطالب في الجامعه مش متماشي خالص مع الزمن والعصر اللي احنا عايشين فيه. انا لو هقيس لك، لو اي حد من الساده اللي بيسمعونا او الساده المشاهدين يخش على جوجل بس ويكتب بلومز تاكسونومي اللي هو النموذج اللي احنا بنستخدمه لقياس اداء اي طالب سواء في التعليم الاساسي او في التعليم الجامعي، احنا واقفين عند المرحله الاولى والثانيه في بلومز اللي هي احنا بنقيس الاندرستاندينج او الريمبرنج، ان الطالب يبقى متذكر المعلومه، ان الطالب يبقى قادر ان هو يفتكر اللي ذاكره ويكتبه. طب ايه المطلوب يا فندم، ايه المطلوب في مساله المعيار، في مساله التقييم ما بعد دراسه المنهج، ان انا اقدر اقول فعلا ده معيار قياسي عالمي؟ ان احنا نغير نمط قياس الاداء. انا محتاجه اقيس مدى قدره الطالب على التحليل، بيعرف انالايز ولا، محتاجه اقيس مدى قدره الطالب على الكريتيفيتي، ده ليفل اعلى بكتير من مجرد ان هو يتذكر الماده العلميه ويخش يجاوب في الامتحان ويكتب ويطلع. طب وهل ده دكتور ندى في الجامعه، ولا المفترض انه الطالب يمرن عليه ويعتاده من قبل مرحله الجامعه؟ من قبل مرحله الجامعه من الميدل سكول والهاي سكول. يعني ده لازم يكون الطالب متعود عليه من قبل مرحلة الجامعة علشان يبقى مرحلة الجامعة دي استكمالا لده.